مرحبا، معكم ستار لبنيس كيتشن. اليوم رح اعمل ريد فيلفت كيك. قبل ما بلش ما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل شيء. يحتاج دعمكم كتير. يلا ما بدي اطول عليكم، خلونا نبلش. بليز اتبعوا المقادير والستبس اللي رح اعملها وكيف ووين منحطه بالفرن. النجاح ما بيكون بس بالمقادير، لازم يكونوا كل الخطوات صحيحة، وهيك ان شاء الله بيطلع معنا انجح كيك. رح احتاج 2 كوب سكر ابيض، كوبين ونص طحين ابيض، ربع معلقة بيكربونات الصودا او كربوني، ربع معلقة صغيرة ملح، نص كوب نشا، معلقتين كبيرة بودرة الكاكاو غير المحلى، 113 جرام من الزبدة، 4 بيض وسط، كوب لبن سائل، أو إذا ما موجود عندكم ممكن تستبدلوه بحليب مع غطاء من الخل الأبيض، كوب زيت نباتي، ملون طعام لون أحمر، وفانيلا باودر أو سائل. لازم تكون كل المكونات عنا بحرارة الغرفة. حطيت الزبدة، نزلت عليها اللبن والسكر وبخفقهم تقريبا دقيقتين تيصير القوام تبعها كريمي. بدي نزل بيضة ورا بيضة. حطيت الفانيلا، وهون عم بلش حط المواد الجافه. ممكن تنخلوا كل المواد الجافه مع بعضها وتضيفوهم مره واحده، وممكن تحطوهم مثل ما انا عم بعمل. حطيت الملح والكربوني والنشا والبيكنج باودر، بودره الكاكاو والطحين. من اصول هالكيك امريكي، بحطوا له شمندر بيحتاج حبتين وسط. ممكن تقشرون وتطحنون بتزيدوهم فوق خليط هالكيك بدل إضافة ملون الطعام. جربته مرة بالكب كيك، بيطلع شهي ومفيد كمان. وهلأ رح حط الريد كالورينج فود تشوفه صار أحمر، والزيت النباتي. هيدي صينية ألمنيوم ممتازة للخبز، بس رح حط نقطة زيت نباتي ورشة طحين، قطرة 35 سم. برجع بصب عليه الخليط. ممكن تقسموا هيدا الخليط لصينيتين 20 سم. حميت الفرن من تحت على درجة حرارة 180، أخذ معي 55 دقيقة. بس إذا قسمتوه بصينيتين بياخد معكم تقريبا 35 دقيقة أو 30 دقيقة. وبعد الوقت المحدد فوتت كردوني تعمل تست للكيك. تركته يرتاح 10 دقايق بعد الخبز، وبعد ما برد حطيته بالبراد، واليوم راح بلش تقطيع. ممكن تتركوه مدور، بس انا حابة اعمله شكل قلب. عم برسم قلم بالسكينة، برجع بس خلص الرسمة بنزل السكينة لتحت. ما فينا نقطع ابدا الكيك وهو سخن، لازم مينيموم نتركه بالبراد 4 ساعات، هيك بيكون برد تماما عندي. طبعا هول اللي عم شيلهم حفرفتهم لزينة وجه الكيك، وهلأ بدي أساسه. ثبتت ايدي مثل ما شايفين على وجه الكيك. بدي اعمل الكيك 4 قطع، كل قطعة بعلمها عن دواير الكيك، وبرجع فوت السكينة هي وايدي جالسة. بخلص كل جهة وبرجع بنتقل للتانية. مثل ما شايفين ايدي اهم شي تكون جالسة. هاي خلصنا أول قطعة، بنتقل للقطعة الثانية ورح اتبع نفس الخطوات. والقطعة اللي شلتها من الكيك رح فرفتهم تأستعملهم بالتزيين. لاقوني بالفيديو الجاي تنزينوا سوا. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة إيدي، وانتو شو سركن خبروني بالكومنتس تحت.